ياه، جت اللحظة اللي احنا مستنينها بقالنا سنين، واللي أبهاتنا كانوا مستنينها بقالهم سنين، واللي جدودنا كمان كانوا مستنينها بقالهم سنين، واللي أبهات جدودنا كانوا برضك مستنينها بقالهم سنين. أخيرا الواحد فخور إن هو بينتمي للكيان ده، الواحد فخور إن هو أهلاوي. الحمد لله إن ربنا خلقني أهلاوي. ياه ياه، انا سامع صوت تزييق، في حد بيعيط. الصوت ده جاي منين؟ مالك يابا، في ايه؟ لا مفيش حاجه، دي دموع الفرحه. فرحان لك، فرحان لكم كلكم. يعني خلاص كده هتبنوا استاد هتيجوا تلعبوا عندنا تاني؟ أنا اللي بحتضنكوا طول الفترة اللي فاتت دي بقالي سنين. طب والقضية ممكن هتنسوها خلاص؟ طب نهائي الترجي وماتش الوداد الاتنين واحد، كل ده خلاص؟ الوداع؟ ده مش بعيط، ده برج خليفة دخل ايه؟ ده برج خليفة ظرف عيني. لا يا حبيبي، وانا اقدر انا اقدر انا هيبقى عندي استاد، بس ان شاء الله لما اجي العب الزمالك هنلعبه على ارضه، هنيجي نلعب عليك ان شاء الله، نلعب فيه، نلعب عندك، نلعب لما هنبقى نيجي ان شاء الله. اوكي، فانت يعني عقبال ما نشوف بقى الزمالك كده عنده استاد هو كمان، ويبقى اسمه استاد الزمالك، خد بالك، ويبقى مثلا الاستاد ايه، على اوله سهم وعلى اخره قوس، بحيث ان السهم يبقى ضرب القوس، فالقوس هناك زي ما احنا برضك. انا في تخيلتي ان احنا ممكن نعمل في اللي على باب الاستاد، خد بالك، نسر على باب الاستاد كده، وانت داخل تبقى داخل ايه، شايف نسر كبير ما شاء الله من فوق، واخد بالك، ونخو اللي يخش بقى الاستاد وهو طالع ما يطلعش من نفس الحته اللي دخل منها، لا يطلع من توته النسر، لمؤاخذة يعني، بس يعني أنا شايف إن يعني بق النسر، الناس تخش من بقه وتطلع من لمؤاخذة، ها، من الزلموكة من ورا. والله يعني الحمد لله إننا خلاص هنعمل يعني استاد، شاد مشاريع حلوة يعني، يعني حاجة كويسة، بس أنا يعني لو مش هبقى بجح أنا بفكر في حاجة تانية خالص. أنا عايز لمؤاخذة يعني نعمل برج، لا يعني برج كبير، يبقى برج حمام، بحيث ان كل فرد من جماهير الاهلي يعني يكون البرج دي فيه بتاع 80 90 مليون حمامه ولا حاجه، ما هو يبقى برج كبير قوي بقى، كبير قوي بحيث ان هو يساعد كل بالك، يبقى برج بقى ايه، طالع كده رايح ما نعرفش هو رايح فين، ويبقى فيه فروده حمام، وكل فرد من جماهير الاهلي وانا اولهم، كل واحد فينا يتظرف حمامه، كل واحد فينا يتظرف حمامه، واخد بالك، محشيه، اللي عايز فريك ياخد، اللي عايز محشيه رز بالخلطه، اللي عايزها محشيه ورق علب، ايه شوف بقى انت خيالك يروح فين بقى. ايه مش حلو الاقتراح صح؟ طيب كفايه الاستيل، كفايه الاستيل.